حياكم الله مشاهدين قناة بينونة وين ما كنتوا، مستمرين في تغطيتنا اليوم الثالث من موسم طنطان في نسخته الـ15، متواجدين حاليا في مضمار المغفور له بإذن الله الشيخ زايد من سلطان آل نهيان، وبعد شوي راح تنطلق مسابقات الهجن بتنظيم من لجنة إدارة مهرجانات البرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي. مشاركة الإمارات والمغرب مستمرة بالعديد من الفعاليات والأنشطة والاحتفالات، وبهذا التعاون تم تأسيس الاتحاد العام لسباق الهجن في المغرب بحضور الوفد المغربي والإماراتي. فدى اللحظات انطلق الشوط السيء من سباق الراكبين، وأنا أصبح عيونهم خط الوصول ودعما في المقدمة. فدى اللحظات الجمل 46 لمحمد مولودة فابا، وكذلك هناك منافسة قوية جدا من طرف الجمل رقم 47 من عبد سكيحل عبد الرحمن، وسكيحل يتقدم بخطوات ثابتة نحو خط الوصول. نعم، ودائما ياليه محمد مولود بابا، منافسة قوية، ولكن الآن المسافة تتسع بين المتسابق رقم 1 اللي هو سكيحل وبين محمد مولود بابا، والآن فتح عدد جميلة، لوحات مميزة، يا سلام بارك البنياري. سباقات الهجن انطلقت فعالياتها ضمن أشواط عديدة شارك فيها أكثر من 100 متسابق عازمين كلهم على الفوز. انطلاقة وفي المقدمة هناك خطوات لعمر البرديجي دائما، لكن الكوكبة مازال مجتمعة، ولكن تنافس أكيد والسباق أكيد غادي يكون حماسي مميز. وبعد اللحظات دائما المتسابق 51 محمد بابا هو اللي ينافس عمر البرديجي على صدارة الترتيب، ياليه المتسابق عبد المجيد الوابان. إذن السباق مميز متميز، منافسة قوية على غرار مخالف للشوط سيني مرة أمامنا الراكبين. هذا السباق الآلي اللي هو الشوط الأول الرئيسي لقايا بكار، مميز يعرف منافسة قوية وقوية جدا. وسلام يا سلام يا سلام يا سلام، وبعد اللحظات الوالي بنك صاحب التقنية والاختصاص ينسل في المرتبة الأولى. مضمار الشيخ زايد أصبح وجهة لكل زوار وسكان المنطقة في مدينة طنطان، حيث أصبح السكان يأتون لمشاهدة السباقات في وقت الموسم ليشجعون المتنافسين والمتسابقين في هذا الحدث المميز والمهم. أيها المشاهدون أيها المشاهدات، انطلق الشوط الثاني الرئيسي، الشوط الثاني الرئيسي إذا بكر الانطلاق في سباق حاسم ومميز من حلبة الشيخ زايد ابن سلطان قدس الله روحه بإقليم طنطان بالمملكة المغربية الشريفة. إذن هناك تناوب على مقدمة السباق، يا سلام على سباق، سباق الأروع، سباق جميل. نعم، دائما الحفظ الوعبان يحافظ على مقدمة السباق، الحفظ الوعبان ومنافسة قوية، منافسة قوية. أعطيت الانطلاق، إذن المنافسة قوية بين الحفظ الوعبان، يسير الحفظ الوعبان ولكن بالتوازي، منافسة بين كل من طه اسلامو وأيضا سيدي أحمد بنان. إذن طنطان 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 يتفوق على طفايا، والكل متفوق في هذا السباق،
كل المود المشاركة، وسباق الهجن والجمل والإبل والهجن، والرياضة العربية تتفوق اليوم من ميدان الشيخ زايد بن سلطان النهيان. إذن ها هي العلاقات تتوطد بالرياضة بالثقافة بكل شيء، فهنيئا لنا. الله عليك يا بنان، الفوز لبنان. والاستمرار هذا الموروث الأصيل والعريق لتراثنا العربي، وبسماع صيحات الفرح وبسمة الحضور والمشاركين، تم تكريم الفائزين في السباق الذي شهده مضمار المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. الحمد لله اليوم هذا الموسم موسم فرح، تخطى عن اليوم الحمد لله. هي دولة الإمارات دعمت الكسابة دعم فرح للكسابة، والحمد لله في المزيانة جيت المرتبة الأولى، وفي السباق جيت الحمد لله الرئيسي المرتبة الأولى، وهذا شرف للكسابة وشرف للإقليم وشرف للكسابة عامة، أنهم استفادوا من كل جهة الداخلة، العيون، السمارة، الطرفاية، إقليمي تبارك الله ما شاء الله عنها زوايز لاحقا 17 زايزة، وهذا شرف للكسابة وشرف لإقليم الطنطان، ومرحبا وسهلا وأهلا. نحن عندنا سبع سباقات في سبع شهور يعني في هذا الميدان. طبعا الدعم اللوجستي من ناحية الميدان مثلا صيانة ترتيبه تنظيمه، فالحين أنشأوا اتحاد سباقات هجن بالمغرب، وهو راح يكون يتولى تنظيم هذه السباقات. يعتبر موسم طنطان ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي، هالسنة ضيف الشرف موريتانيا. زرنا الخيمة الموريتانية وكان موروثها الثقافي حاضر بلمسة الشعر، التاريخ الأصيل اللي يجمع موروثنا الثقافي العربي. الكتاب هو موسوعة تجمع وتشمل وتوثق لهذا الموروث. وفي الجناح الموريتاني يعرض كذلك الحلي واللباس الموريتاني التقليدي اللي لقى إقبال من زوار الموسم. يا السلام عليكم، أنا صانعة تقليدية من موريتانيا، صانعة تقليدية من الدولة الموريتانية، جيت هنا شرفوني المملكة المغربية العربية بلدنا الآخر الثاني، إن شاء الله بمشاركة في هذا الموسم الطنطان المهرجاني، جزاهم الله خيرا على إكرام الضيافة. الدولة الإماراتية نشكرها جزيلا لأن حياتنا ذكرى التراث، وحياتنا الصناعة التقليدية، وحياتنا كل تراثنا وأصالتنا وحضارتنا وقيمنا القديمة اللي ما كانش ننساها. هذا الموسم هو موسم مهم جدا لما يقدمه من تلاقح وحوار بين أطراف هذه الحضارة المشتركة الضاربة في القدم وذات الجذور المشتركة في المستوى العقيدة الموحدة، العقيدة الأشعرية والمذهب الفقهي المالكي والمدونة الأدبية واللغوية وغير ذلك من معين المكتبة المغاربية المشهورة.
على هامش موسم طنطان تم تنظيم أنشطة وفعاليات رياضية على شاطئ الوطية. قدمنا اليوم استعراض بمناسبة أموكار اللي كنقدموها كل عام باش نبينوا للناس الرياضة ديالنا ونعرفوهم عليها أكثر. وانا كنمارس رياضه التيكواندو اللي هي افضل رياضه عندي، وكنمارسها وكنجيو كل عام كنجيو الموسم طان الأمكار وكنديروا عروض اللي كتخلينا ديما نبينوا رياضتنا للناس. حسيت براسي انني قدمت عرض مزيان، وكنشكر الاستاذه امينه بوحميد بزاف لان عطاتنا هذه الفرصه باش اننا نخرجوا الهوايه ديالنا. بالنسبه لهاد الموسم ديال طنطان التزامن ديالو في وقت الصيف صراحه التوقيت ديالو مناسب ان كنكونوا الدراري في العطله وكيتلاقاو، صراحه الثقافه الحسانيه وفي الصيف كتدمج بين الرياضه وما هو تقليدي، كتيح لنا فرصه ان نجو ونجيبوا وليداتنا صراحه وكندوزوا وقت زوين. وشكرا على المسؤولين والمجهودات اللي كيبذلوا باش يرفعوا على الساكنه، والحمد لله الجو مزيان. وصراحه بينونا بغض النظر عن بعد المسافه اللي كتربط بينه وبين الاقاليم الجنوبيه، ولكن البث ديال قناه بينونا قربت وسيله التواصل. ومن هذا المنبر انا كنشكر قناه بينونا، كنشكر الامارات وكنترحم على روح الشيخ زايد الله يرحمه ويوسع عليه خيره وواصل المشارق المغرب ومغاربه. وصراحة أنا مني كنبغي نتكلم عن الإمارات بحكم أن ما عنديش قرابة شخصية بالإمارات، ولكن الخير اللي كتبدل في العالم كتخليني أنني تحت الله هذه الفرصة أني أتلاقى معكم بدون سابق انذار. أني نشكركم وشكرا. موسم طنطان هو اللي كيخلينا نتلاقاو مع بزاف ديال الناس ونشوفوهم ونوريهم الرياضه اللي كنمارسوها حنايا. حنا فرحانين حيت الناس جاوا عندنا وشرفوا بينا كبروا بينا زعما فاش جاوا عندنا باش يتعرفوا حتى هما على هاد الرياضه اللي كنمارسوا. كان هاد النهار زوين بزاف، كنت كنمارس رياضه الفولي. مشاركين قدموا عروض مميزه بإبداع أبهرت الحاضرين. في نهاية هذه العروض تم تتويج المشاركين لتشجيعهم بممارسة الرياضة بمختلف أنواعها في المدينة. من أهم وأقوى لحظات الموسم في كل نسخة هي لحظة عروض الشارع، الكرنفال، الموسم ديال طنطان. من التعليمات اللي كانت سامية ديال صاحب الجلالة هو أن هذا الموسم اللي عنده تاريخ وعنده أصول خصو يتعرف على الصعيد الدولي والجهوي معلوم، فلهذا كنعطيو هذه الصبغه يعني الدوليه، وكنحاولوا من خلال المؤسسه ديالنا ديال الموكار باش نعرفوا به في جميع انحاء العالم. فلهذا ضيوف الشرف دائما كتكون واحد دوله، مرها الصين، مرها الامارات، مره السعوديه، مره امريكا من جو الاكسبرس كلوب. وهذه الفكره اللي كانت عند صاحب الجلاله، اولا احياء هذا الموسم اللي كان توقف خلال عقود، وثانيا يكون عنده هذا الاشعاع الدولي.
ثقافات الشعوب المشاركة تزين أهم شوارع المدينة الرئيسية. يحرص أهالي المدينة على حضور فعاليات الكرنفال لاستعادة لحظات جميلة وممتعة من ثقافات متنوعة. كما يعد فرصة أيضاً لزوار الموسم من مختلف الجنسيات للتعرف عن قرب على عادات وتقاليد المجتمع الصحراوي المغربي والعربي الغنية والمختلفة. كنجيو لالا فهاد الموسم كنجيب انا وبنياتي باش يشوفوا العدد ديال المغرب ويشوفوا المنطقه الصحراء شنو هما التقاليد ديالها، شنو هما علاش كيعولوا، شنو العادات ديالهم، شنو التقاليد ديالهم، وباش نعود بنياتي باش يبقاو يكتشفوا المغرب وصافي. جي ان بو ايتيدي سيت كولتور باسكو جو سوي اون باسيوني دو ماروك اي ان فيت جي ان غران بروجي سور لو ماروك اي جو دوا سافوار ان بو دو لا كولتور du peuple. Je trouve que c'est une culture nomade, mais assez intéressante en fait. El festival Lo Máximo, hemos participado de todas las actividades. Y estamos saliendo adelante y felicitaciones para el pueblo de Marruecos. متعة وإفادة غايتان يحققهما الكرنفال الذي أصبح تقليداً سنوياً يزيد من جمالية الموسم وأهميته. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم. شفنا وياكم فعاليات وأنشطة عديدة مصاحبة لموسم طنطان 2019. إن شاء الله باكر نجدد لقائنا في نفس الموعد. تابعونا على قناة بينونة. في أمان الله.